تكملة أسئلة مترجم المؤتمرات. Number one, where was she born and where her parents from؟ هذا يحكي عن شنو؟ سميرة أين ولدت ومن أين عائلتها؟ She was born in Britain and her parents are from Iraq. هي ولدت ولادتها وين؟ ببريطانيا، لكن هي من أهل العراق. Her parents والديها من العراق. سميرة grew up نشأت speaking dash and dash نشأت العفو تتكلم Arabic at home العربية في البيت but English at school الإنجليزية في المدرسة. After leaving school بعد إكمالها المدرسة she did a degree in حصلت على شهادة في العربية Arabic at University of London في جامعة لندن. هاي كلها تجي على شكل فراغات. سميرة did a 9-month postgraduate course. سميرة راحت على دورة ما بعد التخرج 9 أشهر. إن بشنو هاي الدورة كانت؟ إن داش فراغ إن conference interpreter في ترجمة المؤتمرات. يعني الدورة كانت عن شلون تتعلم الترجم بالمؤتمرات. Number five, was interpreting course difficult؟ هل دورة الترجمة صعبة؟ Yes, it was very difficult. إنها صعبة جدا. Number six, it is very easy to get a place. إنه من السهل جدا أن تحصل على مكان on an interpreting course في دورة الترجمة. يعني أنت تريد تلتحق بدورة الترجمة وجدا من السهل الحصول على مقعد. غلط. True. من الصعب الحصول على مكان في دورة الترجمة.